اول ما الامتحانات اتحددت ده اللي قال ما تذاكروش الوزير هيطلع يعني. والله ما قلت اي حاجه ولا اعرف اي حاجه مصطفى، وكان خلص المنهج ساعتها. والله ما ذاكرت اي حاجه ولا اعرف اي حاجه. والحقيقه مصطفى فاكر انا كنت قاعد بذاكر، اول ما لقيت الوزير نزل القرار قمت طاير على القهوه ما عرفت فتحت كتاب ساعتها، ودي نهايه الموضوع. ده بقى ايه ده اللي سوحنا ساعتها مصطفى؟ والحقيقه مصطفى مين اللي قال كوبايتين جد وساعه شاي مصطفى؟ دي صراحه ربنا. والله انت كداب انت كداب. انا مش فارقه معايا اقرب معهد تمليح رنجه وارمي ورقي فيه، لاني ماليش صاحب ابني كلب يقول لي تعالى نذاكر. ده اللي ذاكر ونسي، ده كان عنده كورونا وكان ينزل امتحان مش خايف على حد مساعد. ده اسمه الحيدر يالله.